هذه المبادره جات في سياق طبيعه الحال ديال التشجيع ديال تندروس، وخاصه في البرنامج الثالث للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي سيدنا كيسر عليها شخصيا واللي عطى انطلاقه ديالها، والهدف منها هو توفير فرصه النقل للتلاميذ ديالنا والاطفال ديالنا باش يمكن لهم يولجوا للمدارس والاماكن ديال التدريس والهضر المدرسي. هذا هو الاهم شيء اللي كاين في هذا الشيء هذا، وهذه كدفعه اولى، ومازال باقي عندنا دفعه ثانيه ان شاء الله بحول الله اللي غادي تكون في القريب العاجل. كنتظروا غير تهيئه الوثائق القانونيه، لان ما يمكنناش نعطيو السيارات بلا وثائق قانونيه ديالها باش يمكن يتم الاستعمال ديالها في ظروف حسنه. ونتمنى الله التوفيق للجميع ان شاء الله بحول الله. السيارات الاكاديميه جمعيه المجتمع المدني، اذا كما لاحظتوا ان هذه السيارات هذه كلها كان اولا كان عندنا اتفاقيه اطار ديال العمليه كلها اللي اثرت العمليه، ومن بعد كانوا اتفاقيات فرعيه ما بين الجامعات وما بين جمعيات المجتمع المدني، لان الانخراط ديال المجتمع المدني هو الاساس في هذه العمليه هذه، بحيث هما اللي غادي يقوموا بالتسيير ديال هذه السيارات هذه، واللي هما على اتصال مباشر مع المواطنين في وسط المواطنين، وكيعرفهم كيعرفوا الحاجيات ديالهم باش يمكن هذا التواصل ما بين الجمعيات والجماعه والنيابه ديال التعليم والمديريات الاكاديميه كلهم منخرطين في هذه العمليه هذه، لان العمليه ما هي في الاصل كتبان سهله، ولكن هي راه ما سهلاش، صعبه، وباش نسهلوها هو هذا التشارك ديال الجميع في هذا الاطار.